صباح الخير لكل أعزائنا المشاهدين ولكل اللي انضموا لنا بهالوقت عبر مريم تي في بموعد جديد ودائما على الموعد وبمواضيع جديدة ببرنامج عم نترافق نحن وياكم سوا من سنين، ويمكن هلأ بظل كل هيك الأوضاع والأزمات اللي عم نعيشها كنا عم نحكي هيك تحت الهوا شوي أنا وتمارا قديه في يمكن محطات بحياتنا كانت مطبوعة بالفشل. بس قبل ما نفوت بالفشل وقبل ما نعرف كيف نقدر نطلع من هالفشل او ما نخاف انه نفوت بالفشل، بدي اقول صباح الخير لتمارا. صباح الخير روي، كمان أنا بدي أقول صباح الخير لكل المشاهدين. بدي أتمنى لهم بداية أسبوع حلوة وموفقة، بعيدا عن أخبار الموت وبعيدا عن الفشل. روي، شو بتعرف بنعرف محضر لنا شي عن الفشل اليوم؟ بتعرفي يمكن هيك تمارا دائما بنقول بدنا نتحلى بالشجاعة تما نوقع بالفشل. اليوم يمكن هيك اللي كنا هيك عم نحضره ونقراه، تحلى بشجاعة الوقوع في الفشل. صحيح، نسأل حالنا انه اف شجاعة الوقوع في الفشل ايه؟ لانه ما في شيء بالحياة اذا بدنا نضل عم نشوفه من الشباك من الشرفة، يعني انا بعد ما نزلت على الارض، يعني انا بعد ما نزلت على معركة الحياة، يعني بعده الخوف مسيطر علي اني فوت صح، بهالمعركة، بعدني عم بتفرج، بعدني مجرد مشاهد بمعركة الحياة. بس القوة والشجاعة اني اقدر فوت حتى ولو فشلت، بس بعرف كيف برجع بوقف وبنهض من جديد وبكمل. الاساسي والجوهري انه الفشل هو جزء من حياتنا. الفشل جزء من النجاح. راي كل اكيد فشل فيه نجاح بزاوية من الزوايا. المهم نعرف امتى بدنا نتقدم لقدام، امتى ناخذ القرار انه نفوت وندخل باي قرار بناخده بحياتنا، باي خليني اقول باي مشروع بحياتنا. اليوم بدي احط الفشل دائما بنحط اذا كنا عم نخطط ونحط برنامج بنحط انه كل شيء يكون ناجح، وبننسى نترك محل للفشل. اكيد هذا الشيء مش تنعيش بحاله فشل وبحاله استسلام وبحاله اف ليك كيف عم نحكي، لا، ولكن نحن عم نقارب حياتنا من كل أبعادها ومن كل اختلافاتها وتناقضاتها. كرمال هيك اليوم أني أحط أهمية النجاح المحتمل والفشل المحتمل أيضا، مش بس النجاح، هذا هو النجاح أقدر بحد ذاته. ركز صح. كرمال هيك المحاولة ثم الفشل أفضل من عدم عدم المحاولة المحاولة إطلاقا. أكيد رأي اللي قلته كتير مهم. يعني نحن نتوجه للمشاهدين، مثل ما بتعرف في أشخاص بيروحوا عليهم فرص ذهبية، بس لأنه خوفا من الفشل ما بيخوضوا مغامرات أو ما بيفوتوا بتجارب، خوفا عندهم هذا الهاجس أو الرعب اللي اسمه الفشل. بس نحن أكيد بنطمن المشاهدين دايما بجلستنا الصباحية، عنا motivational tip أو quote بنخبرهم إنه إذا ما فشلوا ما بينجح، والفشل هو مثل النجاح، يعني بيوازي النجاح. بتعرفي يمكن هلا اللي ذكرتيها الفرص، دائما لما نطلع على الماضي ونشوف نرجع نعمل هيك اعاده قراءه بنندم على شو؟ على الفرص اللي اجتنا وما اخذناها صح، اكثر من الفرص اللي اخذناها، بنقول يا ريت. صحيح، فهيدي يمكن اعاده القراءه بترجع بتخلينا بتعطينا هيك دفع للامام بشجاعه نغامر، قولي نحن بلبنان عايشين مغامرات كلها مزبوط، على بعض بقى، ديجا هو العيش بلبنان مغامرة مغامرة بحد بحد ذاتها. ذاتها. خلينا ما نطول كتير نشوف بدي الطقس يمكن. صحيح عارفك والمشاهدين روي على حالة الطقس. طقس يوم الثلاثاء 13 تموز 2021، مشاهدينا الطقس مشمس وساطع مع حرارة عم بتسجل 31 درجة ورياح جنوبية غربية عم تبلغ سرعتها 20 كيلومتر بالساعة. طقس بلش بقوة الصيفية، 31 درجة الحرارة اليوم، وكمان مكفية معنا طيلة أيام الأسبوع روي. وبالمناسبة نبهت مشاهدينا مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لاري ببيان بأنه موجة الحر المستمرة
ثلاث أيام الأسبوع بتنظر بارتفاع مؤشر الحرائق ببعض المناطق اللبنانية، أي احتمال حدوث حرائق مرتفع جدا مع نهاية أسبوع الحالي وحتى مع بداية الأسبوع اللي جاي. وأضاف البيان أنه بيتوجب على جميع المعنيين بإطفاء الحرائق الجهوزية والتحضر لإطفاء الحرائق عند اندلاعها. وبهالإطار كمان تمارا ما فينا إلا ما كمان نعزي أيضا الدولة العراقية باندلاع الحريق بمستشفى لمعالجة مصابين بفيروس كوفيد 19. صحيح، فيمكن هالمأساة اللي شفنا صورها كمان أمس كانت فعلا مأساة إنسانية كبيرة. وكمان يعني هيك مثل ما قلتي كمان ضرورة إنه ناخد الحذر كمان عنا بلبنان حتى كل صح، هالحرائق. ناطرنا أسبوع حافل بالشوب وبالحرارة المرتفعة. أكيد ندعي كل المشاهدين والقيمين إنه يكونوا على جهوزية تامة لنتفادى قد ما فينا يعني الحرائق اللي صارت بال 2019 كفيلة، اللي روحت نسبة مساحات عالية شاسعة. ومساحات شاسعة من الأحراج الطبيعية بلبنان. من بعد حالة الطقس روي، أنا وياك والمشاهدين بدنا ننتقل لباقة من الأخبار المتنوعة مع فقرة المتفرقات. مثل ما بتعرف روي، قديس البابا فرانسيس كان عم يخضع لعملية جراحية من حوالي الأسبوع. ظهر يوم الأحد للأول مرة من بعد هذه العملية أمام الجمهور بعد خضوعه للعملية الجراحية ليترأس صلاته الأسبوعية من شرفة مستشفى المستشفى اللي هو فيها بالطابق ال11. وكمان كان عم يقرأ نص معد وكان عم يتوجه للصلاة قدام مئات الأشخاص. وكانوا يمكن المشهد اللافت انه كانوا كل هالممرضين صح، موجودين بالساحه وبيطلع عليهم بيقول لهم انتم كمان موجودين بهالمكان يعني. وهيك كمان زار بعض المرضى اللي موجودين بالمستشفى وكان عم بحذر مثل ما دائما بحذر من اللامبالاه، انه الواحد مريض ويكون لحاله. يمكن المرض اللي بده يرجع يحسسنا نحن محبوبين، نحن بحضن معين، كان عم بحذرنا يرجع منه قداسة البابا فرانسيس صحيح. بهالإطار. يعني كنا عم نشوف حتى الفيديو قديس بابا فرانسيس كان على الويل تشير، صار فايرال، كان عم يسلم على الممرضين والممرضات والطاقم الطبي بالمستشفى. يعني نحن بنتمنى له الشفاء العاجل لقداسة البابا فرانسيس. بعده بالمستشفى وحسب التقرير من الفاتيكان هلا باقي لبضعة أيام، نتمنى له الشفاء العاجل مجددا. راي، مثل ما بتعرف نحن اللبنانية من رحم الأزمة بنخلق إبداع وبنخلق حل للمشاكل حتى لو نحن كنا غرقانين بالمشاكل وغرقانين بالمصايب. خبريتنا الثانية مفعمة بالأمل وبالحياة، بحيث 4 شباب لبنانية تحدوا لظروف بالبلاد، الظروف الصعبة، وتم تصنيفهم ضمن أفضل 30 فريق بتحدي الحلول من جوجل لعام 2021، بحيث دخلوا هيدي المسابقة بفكرة بسيطة. مثل ما خبرتك روي، هيدي الفكرة كانت نابعة من الأزمة. 4 شباب هن إبراهيم زكريا، وجيه مظلوم، محمد يحيى، ومحمد نقشبندي، بحيث قرروا أنه يطوروا موقع إلكتروني بيعمل كسلة وصل بين مرضى غير قادرين على دفع تكاليف الطبابة بلبنان وأطباء مستعدين ليقدموا خدمتهم مجانا أو مقابل مبلغ رمزي. بتعرفي هذا اللي بيرجع بيعطينا الحياة وبيرجع بخلينا نكفي بشجاعة، صحيح، لأنه يمكن كمان لو ما هالشباب فشلوا بمكان معين ويمكن كان في كتير أحلام ما حققوها، ولكن من هيدا الفشل ومن هيدا التحدي لذاتهم قدروا يوصلوا ويحققوا. صحيح، وأكيد من المتفرقات إلى زميلتنا كلود صليبة، واليوم لنشوف أي وجه امرأة وأي دور للمرأة بالفيلم السينمائي اللي اليوم رح نكون سوا عم نترافق فيه. بعض الرجال ما بيتقبلوا وجود امرأة عندها قوة بدنية ممكن انها تنافسهم، وبيشوفوا الامرأة بكادر تقليدي محصور بالجمال والشكل الخارجي بس. هيدا الشيء اللي صار مع غريس بفيلم ميس كونجنياليتي. لما كانت غريس بعمر 10 سنوات تقريبا، دافعت عن رفيقها بالصف يلي كان عم يتعرض لتنمر. بس هالرفيق ما تقبل فكرة انه بنت هي تدافع عنه ورفضها كرفيقة له. كبرت غريس وصارت عميلة بمكتب الاف بي اي، وبعد فترة بيوصل معلومات للمكتب بوجود ارهابي عم بيهدد بقصف مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة. بيندفع مكتب تحقيقات الفيدرالي للعثور على عميلة بتتخفى كمتسابقة بهدف كشف
شخصيه هالارهابي. فبتقوم جريس بلعب هيدا الدور والتخفي. جريس اللي عايشه بعالم بعيد كل البعد عن عالم النساء بالاجمال وملكات الجمال بالتحديد، رح تضطر تتعلم اصول المشي والتصرف وكيفيه ارتداء الملابس مثل المتسابقات التانيين. هي يلي بتعتبر انه الفتيات الجميلات ويلي بس بيهتموا بمظهرهم الخارجي ما بيملكوا دماغ كافي، رح تكتشف امور بنفسها وبالفتيات يلي معها ما كانت رح تعرفها بلا ما تخوض هالتجربه. الفيلم من اخراج دونالد باتري، كتابه مارك لورنس، كيتي فورد وكارين لوكاس، بطوله ساندرا بولوك الى جانب عدد كبير من الممثلين الاخرين. الفيلم نزل على الاسواق سنه 2000، بعالج بطريقه كوميديه وضع الامراه بعالم كله رجال، اكيد بيستاهل انه يكون بمكتباتكم السينمائيه. لهون بتكون خلصت فقرتنا، انا بلاقيكم الاسبوع الجاي وفيلم جديد. يعني روي، نحن بدنا نشكر زميلتنا كلود ساليبا اللي دائما بتسلط الضوء على موفي وكمان بتفوتنا على عالم السينما بكل مره. اكيد كمان يعني هيك تمارا، هيدي الاجواء اللي عم نعيشها بترجع هيك بتاخد يمكن البعد السينمائي، بياخد دور المراه بحياتنا اليوم اللي صحيح. يمكن كتير مشاهد وصور بنشوفها، بس عالم السينما بفوتنا على عمقها ونفهم خلفياتها كمان. صحيح رأي، انا وياك والمشاهدين بدنا ننتقل هلا لنساء رائدات. جاكلين مارس. ولدت جاكلين مارس عام 1940 وهي عضو في مجلس إدارة مجموعة مارس المتحدة للمواد الغذائية في الولايات المتحدة منذ عام 1973. جاكلين هي ابنة وحفيدة مؤسسي شركة ومصانع مارس المتحدة المنتجة للعديد من أنواع الحلوى والشوكولا مثل سنيكرز ومارس وغيرها، ووريثة لها. عام 2014 صنفت مجلة فوربس هذه الشركة من ضمن أغنى 20 شركة أمريكية، وتحتل جاكلين مارس المرتبة 28 كأغنى شخص في العالم بثروة تقدر ب 26 مليار دولار. وأكيد النصيحة لليوم مع ديفيد بعقلينا، سوري ديفيد بعقليني، خلينا كمان نستمع سوا. مين منا ما عنده تليفون أو لابتوب أو آيباد؟ ومين منا منه منزل ألعاب تيتسلى؟ بالفترة يلي عم تتحضر فيها للامتحانات بتعد عن كل شي بيسبب إرهاق للدماغ، ومن الأفضل إنه ما يكون في عندك بالغرفة أي وسيلة إلهاء، لأن بكل بساطة تشغل البال، ورح تصير كل شوي بدك تشوف الواتساب وتفوت على الإنترنت أو تلعب شي لعبة، وهيدا ما رح يخليك تركز ورح يأثر سلبا على درسك. صب اهتمامك على درسك وما ترد على حدا خلال النهار. تواصل مع رفقاتك المساء أو تسلى بشي لعبة بعد ما تخلص درسك ولوقت كتير قصير. طالما انك ماشي على برنامج يعني ما في شي لازم يلهيك، لأن أي خلل بالبرنامج يعني تأخير بالدرس. بشوفكم بنصيحة جديدة. يعني روي من ديفيد بعقليني والتبس اللي قدم لنا اياهم مشكور، اكيد ننتقل انا وياكم المشاهدين لوقفه مع الكلمه. طلعوا الفريسيين وتشاوروا ليقتلوا يسوع. لما عرف يسوع راح من هنيك، وتبعوه جمهور كبير، وشفى كل مرضاهم وامر ما يخبروا حدا عنه ليتم اللي قاله النبي إشعيا: هيدا هو ولدي اللي اخترته، حبيبي اللي رضيت فيه، رح فيد روحي عليه تيعلن للشعوب إرادتي. ما بيخاصم وما بيصيح، ما حدا بيسمع صوته بالشوارع، القصب المردودة ما بيكسرها والفتيل المدخنة ما بيطفيها، بيثابر حتى تنتصر إرادتي، وعلى اسمه رجاء الشعوب. بتعرف يمكن تمارا، يمكن هيك اللي ختمنا فيه هالإنجيل هالكلمة على اسمه رجاء الشعوب، ويمكن اللي اليوم بيرجع بيعطينا رجاء، واللي بيرجع يخلينا نكفي، واللي بيرجع يخلينا كل يوم نرجع
نبدأ من جديد، نتشدد، نتشجع، هو هيدا الرجاء. هيدا الرجاء يمكن اللي دايما منشوهه، دايما منقول ايه، ما هو شوي من الأمل، هو شوي من التفاؤل، هو شوي من انه نتطلع بإيجابية. بس الرجاء منه هيك. الرجاء هو أساسه يسوع المسيح. هيدا الرجاء اللي من ملء يسوع المسيح، من هالنبوءة اللي عم يطرحها اليوم بهالنص. أكيد يعني اليوم لما نرجع نتذكر عن جد هيدي النبوءة، نرجع نشوف إنه هيدا هو الرجاء الحقيقي لحياتنا. هيدا هو يسوع المسيح اللي هو الرجاء اللي عم يعطيه. هو بموته وبقيامته أعطى الرجاء للعالم. كرمال هيك يمكن اليوم نسأل مثل ما بلش، إنه كتار كانوا عم يتبعوا ليسوع، بس كل واحد كان عنده شيء، كل واحد كان بده شيء من هاللقاء فيه. في أشخاص كان بده تاخد هالشفاء، الشفاء الجسدي أو الشفاء الروحي أو الشفاء النفسي. في أشخاص كان بده يمكن ما كان في كاميرا هيداك الوقت تطلع معه بالكاميرا، بس شوفوني أنا حد لمعلم، اللي يمكن هيك بيقولوا عنه معلم، يمكن اللي كان ساحر هيك الجماهير، كانت هالشعوب كلها تروح معه وتمشي، كان محط أنظار، كان علامة استفهام. وفي أشخاص كانت عارفة حقيقة يسوع المسيح، كانت عارفة من هو المخلص الحقيقي، مين من خلاله بحضوره بتجسده قادرة أنها تكون عم بتبلش معه حياة جديدة، قادرة تكون معه عم تولد من جديد. كرمال هيك يمكن كل واحد كان جاي بهدف معين، بس الأهم هو القرار بهيدا اللقاء الشخصي فيه. لأنه إذا ما صار هيدا اللقاء الشخصي، هيدا اللقاء اللي بيفتح كل ماضية، بيفتح كل الجروحات، بس بيفتحها بحب ليرجع يعطيها، ليرجع يشفيها، ليرجع يعطيها هالبلسم، ليرجع يعطيها هالحب اللي ما بيشبه أي حب، هالحب اللي أخذناه ببلاش. يمكن هيدا المفتاح اليوم تنقدر عن جد إذا بدنا هيدا اللقاء يكون لقاء حقيقي، لقاء صادق بيسوع، لقاء بهيدا الرجاء لعالمنا، لحياتنا، لضعفنا، لكل يمكن هيك خطايانا، لكل ما نوقف عندها، نعرف انه هيدا الحب اللي هو تجسد، اللي هو تأنس، اللي هو مات كرمالي ليقول لي انت كمان بتستاهل الحياة، انت كمان بتستاهل انك ترجع تعيش من جديد. فهيدي هي اليوم الدعوة مع الكلمة لمغامرة جديدة، للقاء جديد مع يسوع، قادر يرجع يكون عم بفيد فينا رجاء، قادر يكون عم يرجع كل يوم الصبح نسمع هالكلمتين، تشدد وتشجع. خلينا انه يبعثوا الحياة لجواتنا. يعني روي قديش مهم الحكي اللي عم تقوله، قديش حلو، قديش كل انسان بحاجة انه يكون عم يسمع، خاصة بهالظروف اللي عم نمرق فيها. يعني الامل والرجاء هو حاجة عند كل شخص فينا، واكيد نحن ندعي المشاهدين انه يكونوا عم يتمثلوا بالحكي، وكمان بالوقفة اللي عم نكون فيها بموعدنا كل يوم. لكن الأمل بيجي من العالم. بحط أنا أملي بشخص معين، بزعيم معين. هلا للأسف نحن ما بقى في عنا أمل بأشخاص معينين، بس ولكن هو من طبيعتنا الأمل. أما الرجاء فمصدره هو إلهي، هو منبثق من يسوع المسيح. فنحن نرجو، إذا نحن نؤمن بيسوع المسيح. صح روي، أنا من بعد وقفة مع الكلمة، من بعد الكلام اللي حلو اللي كنت عم تخبرنا إلي وللمشاهدين عنه، رح نتوقف مع تأمل روحي مع جوزيف حولي، ومن بعدها رح نكون عم نستقبل ضيوفنا. أكيد. الخلاص بعيد عن الأشرار لأنهم لم يلتمسوا فرائضك. كثيرة هي مراحمك يا رب، حسب أحكامك أحيني. كثيرون مضطهدية ومضايقية، أما شهاداتك فلم أمل عنها. رأيت الغادرين ومقدت لأنهم لم يحفظوا كلمتك.